متابعينا ومتابعين مكتب ليلة السياحة من لندن، مساكم الله بالخير وحياكم الله. لما كنتم معكم أحمد هلال، موجودين على الممشى على نهر التايمز أمام البرلمان. ده مبنى البرلمان، والقلعة على اليمين دي ده البيج بن، ما زال تحت الإصلاحات. وهنا على اليمين موجود لندن آي، شايفين دي لندن آي. أجواء رائعة النهاردة في لندن، أجواء ممتازة جدا. هنلاحظ مع بعض الناس مش ماسكين شمسية، لأن الأمطار خفيفة جدا، أمطار جدا خفيفة، فالتمشية رائعة جدا، وخصوصا لو معنا القهوة. تمشية هنا على الممشى على نهر التايمز ولا أروع، هي متعة متعة فعلا، أجواء ولا أروع في لندن النهاردة. ده لامبت بريدج، ودي الأجواء النهاردة في لندن، أجواء ممتعة، أجواء فعلا جدا جدا حلوة. كلنا عارفين طبعا ان دلوقتي عندنا اغلاق في لندن. ايه هو الاغلاق؟ اللي ما يعرفش، هو عبارة عن المطاعم والكافيهات مفتوحة لكن فقط تيك اوي. المحلات شوبينج مقفولة طبعا، مغلقة، البراندات وكده فقط مفتوحة، السوبر ماركات والصيدليات واماكن الخدمات زي محلات تليفونات، يعني محلات الخدمات يعني مفتوحة، مفيش مشكلة. دي الأجواء هنا في لندن، وأجواء ممتعة. طبعا زي ما قلنا على السناب، اللي ما تبعناش، الإمارات دخلت يعني جوه القائمة الحمراء، اللي هي بقت 25 دولة ممنوع استقبال أي طيران من هناك بسبب الفيروس المتحور. طبعا حضرتك عارفين ان في لقاحات للكوفيد 19 اللي هو ابو عين ضيقه زي ما قلنا، لكن ابو سمره وزومبي، اصل طبعا فيروس جنوب افريقيا والبرازيل، لسه للاسف الشديد مش اكيد ان اللقاحات تصلح ليها، وبالتالي بيحاولوا يقفلوا الدنيا عشان ما يحصلش اي مشكله، لان الفيروسات دي لو دخلت هنا يعني زي ما بيقولوا كده مش ناقصه يعني. ربنا يستر، لان لو ما فيش لقاح فيها او اللقاح اللي موجود لا يصلح ليها، وبالتالي هنبتدي من الصفر من جديد. فان شاء الله ده ما يحصلش، وان شاء الله الامور تتحسن باذن الله. على فكره هنا يا جماعه بيطلع كروز، مكان ده قدر على طول جوله في نهر التايمز 40 ايام، جوله ممتعه طبعا، بس دلوقتي طبعا واقفه ممنوعه، مفيش جولات دلوقتي عشان الاختلاط وكده والمسافات الطبيعيه وصديق المدن. عايزين جمال الاجواء،